غزل تبغى غزل؟ بسألكم سؤال، سألت كل الشعار أنا سؤال أول، وبسألكم الحين سؤال. ناصر بن سعد لبيك يميل أنت شاعر، تميل لش أكيد كل شاعر يميل لحاجة، وش تميل له؟ الغزل. على الغزل؟ أنت تميل لش الغزل؟ المحبة. فيه واحد من عيال عمي والله والله شاعر كبير، إنه ما عمره قال قصيدة في غزل، قصيدة كله يا فلبل. طيب على الصيف تركي إشلي مسلا. طيب أنا سألكم سؤال الحين، الحين اللي الشاعر اللي للغزل يعني من موقف ولا كذا يا ناصر بن سعد؟ من موقف ولا من كذا؟ سؤال. أنا بعلم يعني الحين بعضهم يكتب شعر غزلي بس إنه كذا اسم إنه الشاعر يقول أنا في شاعر يقول أنا لي ثلاث أيام ما طفي عيني إيه. طيب يعني أنا عبد الرحمن بن جزة وش يقول؟ يقول لا إله إلا الله، يقول أقول البارحة وأنا ما غمضت لي عين وأنا من يوم ما صليت العشاء راقد. طيب أنا أتكلم يا عيال يعني الشيخين يقول الله تخايل عليه من الضمع ما تلقاه وش يا بداية إني ما رقدت وتخايل عليه من الضمع مير ما تلقاه عيوني بيت على اليوم مصورة ضيدانة وراقد عيفان. يا عيفان أنت بت... هل كل ما يقوله الشاعر صحيح؟ صحيح؟ يعني عادي شعار يجي يكذب وانك يا وانك يا عيفان ناقضت الشاعر ضيدان بن قضعان من بيت من البيت. انا ما ناقض، لا انا خلي الكلام الله عز وجل يقول في ايه في الشعراء، الشعراء في كل وادي يهمون ويقولون ما الم ترهم في كل وادي الشعراء يتبع المطاول الم ترهم في كل وادي يهمون ويقولون ما يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات الله استثنى. يعني لا اقول انا ولا انت والله يقول نقول مو صحيح، كان بعض الكلام يقوله مو صدق، يقولون ما لا يفعلون. يعني انت تخيل اني اقول لك البارحه في راس مرقاب هو كاتبها في غرفته ولا في الدوانية إيه؟ طيب وين المرقاب يعني معدم يضلع معدم يضلع والحزينه هل هي يمكن فيها طرف جزء يكون من موقف من موقف الحين الغزل من موقف صار لا مضبوط لا يمكن صار لي موقف الحين طيب صار لي موقف بس انا ما اترجم الموقف المشاعر اللي صارت اقول اني قابلته صار الموقف بيني وبينه في 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 في, في ساحه الهنجر وانا وانا مقابله مقابله برا اغير المواقع يزينها يا جميل برجع لك القصيد غير وغير مايكاتكم عيال غير الموقف حاصل لك غير خلاص بعضهم يقول مو موقف الحين كلامه طيب خلاص انا ما اقول لك كله كذب في كذب وصدق ايه انا اتكلم اقول لك كذا بعد وعذب الشعر غير وغير يا ولد عذب الشعر يقول عذب الشعر اكذبه بس مو في كل الاوقات لا تغذي تسلوب قصيد وغير قصيد انصدقت منه ولا كذا فأنا برجع بقول ناصر بن سعد من موقف ولا كذا جاوب يا ناصر بن سعد لا تتهرم للسؤال خيال قد كلام قد كلام نزل الخيال يعني ايوه في انا في الوان تضبط عليه يعني بعض من كلام قاعد وراك تكون مخيال وتضحك الحين القوطة حقت شاي هنا اجيبها طيب ياخذ اجي كاسات حقت كاسات حقت الشاي اجيبها أدري إنه عزيز غنى جادر اللي على مطلع حياتي بنت بنت أدري إنه ما حد قلبي والحياة سكنت سكنتها وحشتها ما ظنها ماضية